يعني انا على علمك بقى، انا هركن الورق اللي معايا ده على جنب. احلى حاجه. لانه انت اديتي لي دلوقتي 3 توبكس حلوين قوي ان انا ابتدي بيهم معاكي. اول توبك هبتدي بيه معاكي، وبس انا عايزه بس انبه الساده المشاهدين، الحلقه دي للكبار فقط، فلو في اي اطفال يقوموا من قدام الشاشه. اول توبك هستغله معاكي الاعتداءات الجنسيه على الاطفال، وخاصه انه احنا اليومين دول بقى في منه كتير وبنشوف حوادث كتير. ده حقيقي. فاحنا احنا على فكره كمان كل اول ما كناش فاهمين هو ايه اللي يخلي واحد كبير يعتدي على طفل او يعتدي على طفله، بيشوف فيها ايه؟ ايه اللي بيعجبه فيه او فيها؟ وبقينا نشوف ان ده بيحصل من القرايب، وده بيحصل من حد بيشتغل معانا، او بيشتغل في حته الطفل بيتردد عليها، او ده بيحصل من ناس قريبين مننا. ده اللي بيحصل الاول، ده القاعده كده؟ يعني القاعده انها في الدايره القريبه، القاعده انها في الدايره القريبه. يس. لو حصل اي اعتداءات جنسيه على الاطفال بتبقى من الناس اللي انا عارفاهم. ايوه. ليه اصلا يعني؟ لا، هو احنا ده مش حاجه ملهاش ليه، هي في ناس عندهم تركيبه نفسيه مش سويه، فاحنا مش عايزين نعملهم على انهم طب ليه عملوا كده، طب ليه. احنا عمرنا ما هنستوعب هم ليه عملوا كده، لانه الحمد لله رب العالمين الشخص السوي استحاله هيقدر يحط نفسه مكان الشخص اللي مش سوي، اللي مش سوي في الحكايه دي بالذات. لانه اولا مش سوي انك تبصي لاي طفل بصه غير انك انت بتحني عليه. طب مش سوي انك انت تلمسي اي طفل او طفله غير انك انت تطبطبي عليه، تلعبي له في شعره، طب الحاجات اللي هي المعروفه دي. طب مش سوي اللي يبتدي يلمس اماكن معينه في جسم الطفل. مفهومه للجميع انه ما ينفعش تتلمس. فحاجات كتيره قوي غير سويه. اللي بيخرج عن الطريق السوي هو بيبقى يا اما ناقص خلقا، يا اما ناقص دينا، يا اما مريض نفسيا. ها، فاهمه؟ فانا عشان ايه المرض بقى اللي بيبقى عنده ده مثلا، يعني اللي يخليه يعمل كده؟ لا، في انحرافات جنسيه كتير. يعني في مثلا مرض اللي هو الشره الجنسي. الشره الجنسي بيوصل لحد معين، اما بيقلب مرض بيبقى ما فيش تمييز ده مين اللي قدامي. ها، تمام. بس انا مش حقيقه مش عايزه اقول قوي الكلام ده، لان في ناس يقول لك ايوه انا كده. فلا، مش عايزين نخوض قوي في لكن القصة لكن دي. لكن اللي بيعتدي جنسيا على اطفال ده ما بيبقاش مرض معين، يعني ما بيبقاش عنده حاجه معينه، يعني مثلا لا بقول لك يعني احنا بدات بايه؟ انه دين مش كفايه واخلاق مش كفايه، يعني فاهمه قصدي؟ او هو عنده مشاكل مثلا، يعني انا كنت قريت عن مرض قبل كده، قريت عن مرض قبل كده ان هو بيبقى عنده مشاكل، هو مش قادر كليا، فبيبقى عايز يثبت نفسه على حد اضعف منه او اصغر منه، وده اعتقد مرض دي اسمه برضه. طبعا يعني هو لا، هي بصي، هي القصص دي كلها برضو احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين ان دي مش مبررات. ايوه، يعني دي شماعات، خلينا نقول. لكن هل كل واحد مسؤول عن تصرفاته؟ اعرفهم ازاي يا دكتور؟ اعرفهم ازاي؟ بصي، هو سبحانك يا رب، هو في حاجه اسمها اللي هي الفايب، يعني فايبس. طبعا انت من حد بترتاحي له، حد يوصل لك من ناحيته فايبس ما ترتاحي له. يعني انا عايزه اقول لك، انا حصل لي شخصيا ان مثلا مره كنت قاعده في مكان والحته دي بتوجعني، وانا لابسه زي ما انا كده، الحته دي عماله توجعني. فبعدين اوتوماتيكلي ببص الاتجاه ده، لقيت في واحده باصه لي بطريقه مش طبيعيه. ودي حصلت لي انا بقى، يعني انا مش يعني دي. ومن ساعتها انا عايزه اقول لك ان فقرات رقبتي ما رجعتش طبيعيه، والكلام ده مثلا بقاله حوالي 18 19 سنه. فالفايب دي بتحسي بيها، ممكن تبقي قاعده في مكان وفي حد بتحسي نظرته لبنتك مش مظبوطه، بتحسي ان نظرته لابنك غريبه، بتحسي مثلا لما بيجي يلعبه ده بيتحس، وبيتحس على فكره، ولحد دلوقتي العلم ما عندوش تفسير ازاي ده بيتحس، او ايه نوعيات الاشارات اللي بتوصل من حد لحد بالطريقه دي او في الاطار ده. طيب يعني انا قصدي اقول ايه، يعني انا شخصيا مثلا لما كانوا ولادي صغيرين، لما كنت احس ان في حاجه مش مظبوطه اقعد مثلا ارقيهم كده عن بعد، مثلا ادعي دعوه، اصرفهم عن هم بيعملوه، مثلا تعالي مش عارف اعملي كذا بتاع ايه، يعني بتبقى دي حاجه بتبقى شعوريه بحته. المفروض ابتدي من سن كام افهم ولادي الصغيرين سواء ولاد او بنات
انه في مناطق في جسمك او في جسمك محدش يعرف، محدش ينفع يجي جنبهم، انه ابتدي ازاي اديله بدايات الثقافه الجنسيه عن جسمه او عن جسمها، وانه ممنوع حد يقرب منك، وانه ممنوع حد يلعب معاك بشكل معين. من سن كام يبتدي هو يفهم ويستوعب؟ هتستغربي قوي لما اقول لك ان هو من الدايبر ايج. يعني انت الطفل، كلنا عارفين الطفل بيبتدي يفهم من سن 4 شهور مش 4 سنين، عشان الناس بتقول لك لا ده ايه ده وما في. ايوه هقول لكم اثبات. لو حد عنده طفل 4 اشهر ماشي، اشخطي فيه، هيبتدي يبص لك ويكشر وبعدين يعيط. طب هو فاهم حاجه؟ فاهم طبعا، وصل له الفايب بتاعت الغضب بتاعتك. وحد تاني اقعدي بقى ايه، حتى ايه كلمي وزعقي فيه وانت بتهزري، هيضحك حتى لو نفس نبرة الصوت. اوكي. فالاطفال بيبداوا يفهموا من سن 4 شهور. فدايما بننصح انه اثناء تغيير الدايبر، الكفوله بقى يطلع دايبر، يطلع ايا كان يعني، لاي حاجه فيها كشف عورات، اي حاجه مثلا بنشطف البيبي، بنغير له، بنحميه، دايما كلامنا معاه انه ما حدش يعمل كده غير مامي بابي تونت تيتا. يعني لازم تحددي له البيبي بتاعك سواء ولد او بنت، وانت بتعملي الفعل ده عشان بنعمل له حاجه اسمها كونديشننج. يعني ايه؟ بنخلي الموضوع يبقى مرتبط بالكلمه اللي انت قلتيها في هذا الاطار وفي هذا الموقف. تمام. فهو البيبي هيطلع يتوتر جدا جدا، ممكن يزعق وممكن يزق وممكن يعمل، لو حد غير الاسامي اللي انت قلتيها في الموقف ده بدا يمد ايده عليه او كده. حتى في الحضانات، يعني مثلا عارفه ان في امهات بتضطر تودي اولادها حضانات قبل سن التمييز. تمام. بس هي لو عامله كده في البيت دايما بنقول لهم لا، روحي اقعدي معاه او معاها في الحضانه لو هو لسه مش بوتي تريند، لسه بيغير دايبر او كده، روحي وسلميه مثلا للناني اللي منوط بيها ان هي هتغير له في الحضانه دي، وتقولي له وكمان ناني فلانه، وكمان دادا فلانه، وكمان كذا، وتبقي موجوده وقت تغيير الدايبر عشان هو يحس بالانتقال السلمي للسلطه. طيب. حلوه دي. طيب.